محمد الشناوي. محمد الشناوي لما انتقد بنتقد نقد بناء مش نقد هدام. محمد الشناوي في العالم كلنا بلا استثناء قلنا حارس مصر الاول والحارس العظيم والحارس الكبير والحارس، انا بكلم ناس معينه ما بكلمش جمهور الاهلي خالص. جمهور الاهلي ليه حق يزعل من اللعيبه وليه حق يعمل كل حاجه هو شايفها في اللعيبه. جمهور الاهلي ليه فضل كبير جدا بعد ربنا على لعيبه الاهلي، فهو ليه حق يعمل اي حاجه بصراحه. انا بتكلم بقى عن الناس الثانيه الفتايين، ناس الفتايين اللي هو يشكر جدا في لعيب وتاني يوم اللعيب يغلط تلاقيه ذبحه خلص عليه. ده محمد الشناوي لا يصلح، ده محمد الشناوي ما ينفعش يجي الاهلي. وللاسف يعني اسماء كبيره ما ينفعش تقول الكلام ده. مش معنى ان انا مختلف مع مدرب كبير ان اخبط في المدرب عن طريق اللعيب، اسلوب غير مقبول بالمره. محمد الشناوي حارس كبير جدا، كل الحراس بتغلط، محمد الشناوي عنده مشكله كبيره جدا ان هو لازم يعمل الصح، وده غلط في الكوره، مش لازم اعمل الصح. محمد الشناوي كل الاجوان اللي دخلت فيه كور تافهه تافهه. تفتكروا في البطوله الافريقيه مش عارف كره بيطلعها، مش فاكر ماتش ايه، سطيف اعتقد وفاق سطيف الوصل بكره بالبوكس عايز يمسكها، عايز يعمل كل حاجه صح، وده مش صح في الكوره، مش صح في الكوره. لكن كور صعبه ما بتدخلش فيه، ما بتدخلش فيه. زي شريف اكرامي كان برضو نفس الفتره دي كده، كور مش لازم نعمل الصح، مش لازم اعمل كل حاجه صح، انا ممكن كره سهله جدا اطلع اديها بوكس واخلص. عصام الحضري دايما بشبه بعصام الحضري، ان عصام الحضري بالنسبه لنا احنا كاهلاويه، سيبك باللي عمله وسيبك من الحاجات اللي عملها، لا حارس كبير جدا. دايما بضرب المثل بيه لان عصام الحضري جات له فتره لو ما كانش مانويل جوزيه اداله الثقه كان بطل كوره. ايام لما الدوري راح، ايام امبي، ايام امبي ماتشين ورا بعض كان الاهلي خسرهم وكان عصام الحضري وكرة مش عارف دخلت فيه ازاي، وكان عبد الحليم حلق عليه حط فيه كرة تشيب ازاي ومش عارف مين. رجع تاني عصام الحضري ورجع بقوه جدا وبقى احسن حارس واعظم حارس في تاريخ مصر. حد ينكر؟ محدش ينكر. لكن ما هديناهوش، ما دوسناش على دماغه، ما طلعش حد المفروض ان هو حد كويس يعني وكبير، طلع قال لا يصلح. مع ان طلع اياميها ناس كده بس الناس ما كانش يعني ليهم علاقه بالكور. او عصام الحضري اصل بيلبس شورت، اصل بيحط جل، اي كلام. احنا ناس بنعرف نهدم وندوس على دماغ اللعيب، بنعرف نخلي الناجح فاشل في ثانيه في ثانيه، لكن ما نعرفش نسند لعيبه ونقف جنب لعيبه ونصح لعيبه ونوعي لعيبه ونقول عادي وبيحصل ولعيب كويس وبيرجع. ما ينفعش خالص خالص. انا بتكلم عن الناس، لكن جمهور الاهلي انا ناس من جمهور الاهلي لما اجي اكلم شناوي اقول له انت كنت زي الزفت النهارده، بس انا ده ابني، ابننا، ولادنا، بنخاف عليهم مش بنهدم فيهم. مش بنقول بقى لا يصلح، اصل مش عارف ايه، اصل مش عارف فين، اي كلام اي كلام واي هدم وخلاص. لازم احنا كاهلاويه، لازم احنا كاهلاويه نطلع حتى لو احنا زعلانين من فرقتنا. وانا قلت لكم خلي بالكم مفيش لعيب في النادي الاهلي مهما كان ومهما جه ياثر، لا، هي امكانيات لعيب، مش هنقول تاثير، لان ما ينفعش تقصير من لعيب دخل جوه النادي الاهلي. اللي بيقصر في النادي الاهلي ما بيقعدش يوم او يومين، لكن امكانيات ماشي خلاص، لكن بيعمل اللي عليه، لا بيعمل اللي عليه، ممكن تبقى كبوه في شوط مش عارف ايه، لكن لعيبه الاهلي دايما بيعملوا اللي عليهم. انا ضد اللي يطلع يقول ده ما يستحقش يلبس تيشيرت النادي الاهلي. اي حد دخل النادي الاهلي لو قعد في يوم يستحق ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي، لان هو بيروح وهو حبه وبيموت على المكان. لكن خلاص امكانيات فرديه وامكانيات، وقلت لكم قبل كده امكانيات قبل ما تكون كمان امكانيات فرديه، هي امكانيات مدير فني بيدي للعيبه اللي هو عايزه. عشان كده اللعيب بيبقى لابس قماشه المدير الفني. هو ممكن مدير فني يجي يقول له اعمل اللي انت عايزه، ممكن مدير فني يقول له لا، زي ما شفنا لعيبه مصر في كوبر. احمد فتحي ما كانش بيعدي نص الملعب، محمد صلاح كان بيدافع، تريزيجيه كان بيدافع، لما المدرب اجيري جه حرر اللعيبه شويه شويه اللعيبه بدات تنطلق، لقوا متنفس يتنفسوا منه. هو المدرب ممكن يخليك وحش، ممكن يخليك كويس قوي، ممكن يعدمك وممكن يخليك احسن لعيب في العالم. فهي امكانيات مدرب مع امكانيات اللاعبين. ان شاء الله الاهلي يرجع بسرعه بفضل ربنا وبفضل مسانده الجماهير المخلصه جدا للنادي الاهلي. معلش اعذروني دايما بكلمكم بصراحه حتى لو بتزعلوا مني شويه، لكن انا متعود معاكم على الصراحه.